لقد ضرب لنا سلفنا الصالح أروع الأمثلة في البر بالوالدين، حتى إن أحدنا ليحقر بره أمام برهم، وإن من برهم بوالديهم ما جاء عن أسامة بن زيد، فقد كانت النخلة تبلغ بالمدينة ألفاً، فعمد أسامة بن زيد إلى نخلة فقطعها من أجل جمارها، فقيل له في ذلك، فقال: إن أمي اشتهته علي، وليس شيء في الدنيا تطلبه أمي أقدر عليه إلا فعلته. وكان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه إذا أراد أن يخرج من بيته وقف على باب أمه فقال: السلام عليك يا أمه ورحمة الله وبركاته، فتقول: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، فيقول: رحمك الله كما ربيتني صغيرا. رحمك الله كما ربيتني صغيرا، فتقول: رحمك الله كما بررتني كبيرا. وقال سعيد بن سفيان الثوري، ما جفوت أبي قط، وإنه لا يدعوني وأنا في الصلاة غير المكتوبة فأقطعها له. وعن عمر بن ذر أنه لما مات ابنه قيل له: كيف كان بره؟ قال: ما مشى معي نهاراً قط إلا كان خلفي، ولا ليلاً إلا كان أمامي، ولا رقي على سطح أكون تحته. إذا كانت تلكم أمثلة سطرها سلفنا الصالح في برهم بوالديهم، فثمة خلوف في أعقاب الزمن قد سطروا أسوأ الأمثلة وأقبحها في عقوق الوالدين من خلال هجرانهما أو التأفف منهما أو تقديم الأصحاب والزوجات عليهما، ناهيكم عن إهمالهما واعتبارهما عبئاً ثقيلاً عاقبته الزج بهما في المصحات ودور الرعاية. وربما عجت المحاكم والشرط بصور مفجعة من عقوقهما، عافانا الله وإياكم من ذلك.